أعزائي المشاهدين، أنا وياكم اليوم علشان نختار لكم حق طول شهر رمضان كل المأكولات اللي بنستخدمها، بهارات، بنستخدم لحوم، بنستخدم مكسرات. أنا بدور وياكم اليوم من مكان لمكان علشان أحضر لكم التجهيزات اللي دايماً إحنا نحضرها في شهر رمضان، فتابعوني، تعالوا معاي، يلا نشوف شنو اللي بنحضره اليوم. مساكم الله بالخير أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله في صفرة رمضان. وصفرة رمضان ما شاء الله عامرة بأطباقها المتنوعة والجديدة. اليوم أيضا أعدينا لكم ثلاث أطباق متنوعة، لكن اليوم ننتقل إلى مطبخ جديد اللي هو المطبخ الإيطالي. المطبخ الإيطالي جدا جميل أكله ومعظم الناس يحبونه. اليوم حضرت لكم ثلاث أطباق، اللي هو الطبق الأول بيكون كرات الريزيتو، الطبق الثاني الباستا بالربيان، والطبق الثالث الآيس كريم بالبسكت. فإحنا بننتقل إلى أول طبق وبشوفون مقاديره على الشاشة. كوب واحد من الأرز روزيتو إيطالي، بصلة مفرومة، كوب واحد من البقسماط، ملعقة صغيرة من الزعتر، ملعقة صغيرة من الملح، نصف ملعقة صغيرة من الفلفل، ربع ملعقة صغيرة من الزعفران، نصف ملعقة صغيرة من الثوم المبشور، كوب واحد من جبنة الموزوريلا، كوبين طحين، بيض مخفوق عدد 2، 3 ملاعق جبن البارميزان، 3 ملاعق زيت زيتون، 4 أكواب من خلاصة الدجاج، وزيت للقلي. والحين أعزائي بعد ما شفتوا المقادير على الشاشة، الحين بنقوم بعمل الكرات الريزيتو. كرات الريزيتو، الريزيتو هو نوع من أنواع الرز الإيطالي وشبيه بالرز المصري أو السنو وايت، اللي هي تكون حبتها شوية صغيرة ومتينة. هذه كل مقاديرنا للريزيتو. بعدين عندنا بيكون بقسم وبيض وطحين، هذا علشان نقمس فيه الكرات. الحين مع زيت الزيتون أول شيء بحمر بصلة واحدة فقط، نفرمها فرم ناعم، يعني ثواني تتحمر بس البصلة. بيكون هني عندي الريزيتو أنا غسلته، بحط الثوم. إذن حطينا الثوم مع البصل، ياخذت شوية تحميرة، وهني الريزيتو جاهز يكون مغسل ونقعناه تقريبا نص ساعة. الحين بضيفه إلى، بس ما نحط الماي معه، نحطه مع البصل والثوم. ريحة الثوم طلعت جميلة مع البصل. إذن طبعا احنا عارفين ان المطبخ الايطالي يعني ما شاء الله مليان بالطبخات الكثيره، في يمكن في اطباق تعرفونها واطباق حتى ما تعرفونها، لكن المطبخ الايطالي صراحه من احلى المطابخ، واللي انا احسه ايضا قريب لمطبخنا احنا، لان دائما يستخدمون انواع النشويات. احنا دائما نستخدم النشويات، في من البهارات الزعفران، دائما يستخدمون الزعفران في اطباقهم، فلذلك انا احس انه هو كثير قريب من يستخدمون كثير من الاجبان ايضا. اذا بحط شويه من الزعتر اللي هو الاوريغانو، وبنحط الملح. طبق جدا سهل وحلو وممكن نسويه ونفرزه بالفريزر متى ما بغينا نطلع منه، وبس ان احنا نقليه. نحط من بذور الفلفل
وبقلب الريزيتو معه. ايضا هاي الطبخ يستوي بطريقتين، اذا حبيتوا ان نسويه كرات احنا مثل ما اليوم بنسويه كرات، واذا حبيتوا تقدمونا طبخ مع خلطه تسوونها خلطه دجاج او خلطه ربيان يقدم معه. اذا بحط شويه من عصير الليمون وبحط الزعفران مع الملعقه اللي ذوبت، يعني ذوبت الزعفران معه من خلاصه الدجاج. هذه شوفوا تحمر كله مع بعض. الحين باخذ خلاصة الدجاج وبحط على الطبق علشان الرز ينضج، ولازم يصير الرز محروس عندي هنا. هذه كل المكونات اللي شفتوها، الرز والبصل والثوم والزعفران والبهارات كلها خلطها مع بعض. آخر شيء بحط جبنة البرمازون معه، هذه 3 ملاعق من، طبعا احنا نعرف ان الاكل الايطالي دائما المازارولا والبرمازون والشدر، هاي 3 انواع الجبن دائما في اكلهم. طبعا اعزائي بنخليه الى انه هو يستوي وحبة الريزيتو تصير لينة جدا عندنا، وان شاء الله يعني يبقي له تقريبا من 5 إلى 7 أو 8 دقائق لحد ما يستوي. اذا شفنا ان الرز ما استوى والماء نشف ممكن نضيف له من خلاصة الدجاج لحد ما نشوف الرز استوت وانهرست. اذا احنا بنشوفه بنخليه وبنشوفه من بعد ما سويناه. انا حضرت لكم جاهز تشوفونه شلون ونكوره. الحين طبعا العجينة الريزيتو بعد ما استوى بيعطينا هذه الشكل مهروس، لازم يبرد يعني 2 أو 3 ساعات لأن ما نشتغل فيه وهو حار. إذا باخذ قطعة بفتحها بحط فيها قطعة من جبنة المازارولا وبسكرها بهاي الشكل. ناخذ قطعة ثانية، طبعا مثل ما قلت لكم هذه الطبق ممكن تحتفظون فيه في الفريزر لمدة شهر ما يصير فيه شيء، بس يتقلف يعني نحطه في تبروير، وبين كل طبقة وطبقة نحط ورق الشمع ونحطه بالفريزر، نكتب على العلبة تاريخ الإنتاج وأنه صالح لمدة شهر، ومتى ما بغينا نطلع نخليه شوية بس برا، وبعدين على طول يكون الزيت حار نقليه في الزيت، يعني من كأنها من الكباب. إذا بنسوي المقدار كله بنفس الطريقة اللي شفتوها، نفتح الريزيتو نحط فيه نتفة جبن من المازارولا، وبعدين بنحط في الطحين بهاي الشكل، ونغمسها في البيض. الحين أغمس الكرات في البيض، طبعا لازم عقب ما أسويهم أحطهم بالثلاجة أخليهم يبردون، يعني إذا في نفس اليوم سويتهم ونبي ناكلهم نخليهم بس على الأقل في الثلاجة لمدة 2 ساعة وبعدين نقليهم. إذا بهاي الشكل الحين بلبسهم بالبيض والبقسم. والحين طبعا بعد ما كورنا كرات الريزيتو يكون عندنا الزيت حامي، ننزل كرات الريزيتو فيه عشان يمتص، نحط ورق عشان يمتص الزيت.
ممكن ان هذه الطبق الريزيتو نخلي الرز مثل ما هو، بس ما نخليه يصير لين وايد لين، بس مش لين اللي مثل ما سوينا هرسنا يعني حق الكرات، ونسوي له خلطه دياي بالبيستو او خلطه تربيان ونقدمه مع الريزيتو، وايد حلو. شويه بس داخذ اللون الذهبي شويه يكون احلى شكله في التقديم. والحين بعد ما استوت كرات الريزيتو مثل ما قلت لكم ما يكون الزيت حامي، وبسرعه نقليها علشان الجبن المازارولا ما يطلع من داخل، يكون بهاي الشكل. إذن أعزائي قدمنا لكم الطبق الأول، بننتقل إلى الطبق الثاني الرئيسي اللي هو المعكرونة، وبشوفون مقاديره على الشاشة. كيس باستا معكرونة حلزونية، كيلو روبيان مقشر ومنظف، فلفل أخضر حار عدد واحد، ملعقة صغيرة من الثوم، ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة صغيرة ملح، وجزر أعواد عدد واحد، كوبين من صوص الباستا، ثلاث ملاعق عصير ليمون، أربعة أعواد من البصل الأخضر، خمس حبات مشروم شرائح، خمس أكواب ويبينج كريم، نصف ملعقة صغيرة بذور الفلفل، نصف كوب أجبان منوعة، ونصف كوب ذرة، نصف كوب زيتون أسود، نصف قطعة لكل من فلفل أحمر، فلفل أخضر، فلفل أصفر، أوراق ريحان، زعتر بري. والحين مع طبقنا الثاني اللي هو الباستا بالربيان. إذن بنبتدي في طبقنا الرئيسي، بنحط زيت زيتون وبنشوح البصل الأخضر. البصل الأخضر يدوب دقيقة واحدة يتشوح بسرعة. الحين بحط الثوم والزنجبيل، هذا الزنجبيل وهني عندي الثوم، وبشوحه كله مع بعض. جدا سهلة هذه الباستا. الحين باخذ الربيان، طبعا الربيان قشرته، شلت الخيط الأسود اللي فيه، خليته في جدر لحد ما طلع الماي منه، والحين بضيفه على البصل مع الثوم والزنجبيل وخليهم يتشوحون مع بعض شوية. دائما أنا في اللحوم أو في الأسماك دائما إذا يعني شيء بنضيفه رأسا ما بنسلقه، فدائما أسويه بهاي الطريقة، أن أحطه في جدر بدون ماي، هو بروحه بيطلع الماي، أشخله أتخلص من الماي وبنستخدمه. إذا الحين عندي الفلفل الألوان والمشروم والذرة، وناخذ شوية من الفلفل الأخضر الحار إذا حبيتوا شوية إنه يكون حار. بحط الفلفل الألوان نخلطه كله مع بعض، شوفوا الألوان حتى جميلة. دائما الربيان الصغير في أقل نسبة كوليسترول من الربيان الجامبو. إذن الحين بحط الجزر، وعندي المشروم، وبخلطهم أيضا مع بعض، خليهم كلهم يختلطون. إذن حطينا البصل الأخضر والفلفل الألوان والربيان والثوم والزنجبيل والمكونات الباقية، بنحط الذرة وأيضا بنخلط.
طبق سريع جدا. أيضا تقدرون تسوونه بالدجاج أو باللحم المفروم، يعني الاختيار حق الودام متروك لكم أنتو، يا ربيان يا حتى تونة يا أنه دجاج يكون بنفس الطريقة قطعة مربعات وحطه في جدر ويطلع منه الماء، يا لحم مفروم. الحين بنتبل خليطنا بشوية من الفلفل الأحمر وشوية حلوة اللي هو الشمار وكمون وكزبرة، كل شيء نص نص ملعقة. هاي نخلطها كلها مع بعض، بحط عليه عصير الليمون والزعتر اللي هو الأرغانو. دائما المطبخ الإيطالي ما يستغنى عن شيئين، الأرغانو والورق الريحان دائما نشوفه في مطبخهم، طبعا بالإضافة إلى الأجبان، أجبان البرمازون المزارولا والشدر دائما يحبون أن يكون في المطبخ. الحين بحط الزيتون الأسود الحين، خلاص بحط صوص الطماط اللي هو بيكون جاهز، هاي صوص الطماط. بعد ما حطينا المكونات اللي هي البصل والربيان وكل المكونات، الجزر، الخضار، الفلفل الألوان، أضفنا عليه صلصة الطماط اللي هي بتكون يعني صوص طماط جاهز. إذا حبيتوا تسوون صوص الطماط بروحكم في البيت بإمكانكم، مثل طريقة صوص البيتزا. إذن الحين آخر شيء اللي هو باخذ المعكرونة وبحطها بضيفها على الخلطة اللي سويتها كلها على، طبعا احنا سلقنا المعكرونة وعطتنا هاي النتيجة صفيناها. عقب ما تصفون المعكرونة رشوا عليها زيت زيتون علشان ما تلتصق في بعضها لحين استخدامها. إذن هذه الحين آخر شيء عندنا، أشياء بسيطة ناخذ من ورق الريحان هاي، ورق الريحان نقصه وبنحط الجبن الشدر أو إذا تحبون أنواع من الجبن، أي أنواع من الجبن تحبون تحطونها ممكن، هاي المزارولا وعندنا شوية من البقدونس، وبخلط المقدار كله اللي سويناه، الخليط من البصل بدينا فيه مع الخضار إلى صلصة الطماط إلى المعكرونة. آخر مرحلة اللي هي بصب الويبنج كريم عليها. طبعا احنا لازم ما نصب الويبنج كريم الا قبل لا نقدمها، يعني نصب الويبنج كريم ونخليها دقيقتين تختلط على النار وعلى طول نقدمها، لان هاي النوع من الباستا مو حلوة ان احنا نخليها فترة وبعدين نقدمها، يعني نخليها كلها جاهزة ما عدا الويبنج كريم هو اخر شيء بنضيفه. شوفوا الجبن اصبح ياخذ شكله حلو في الباستا. الحين أعزائنا خلصنا من طبقنا الرئيسي الباستا، بناخذ فاصل وبننتقل إلى طبقنا الحلو، وبشوفوا مقاديره على الشاشة.
كوبين من البسكويت أماريتي، 1.5 كوب دبل كريم، 0.5 كوب حليب مكثف ومحلى، 1 كوب سنجل كريم، 1 كوب سكر بودرة، 1 كوب من الشوكولاتة البيضاء السائحة. والحين وصلنا إلى آخر فقرة في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم صفرة رمضان، اللي هو الحلو واللي هو الآيس كريم بالبسكت. الآيس كريم بالبسكت هو طبعاً هذه آيس كريم إيطالي، ويستخدم معه نوع من أنواع البسكت اللي اسمه الأماريتي. فإذن مقاديرنا بيكون عندنا 1 كوب من الدبل كريم، ومن 1.5 كوب من الدبل كريم، و1 كوب من السنجل كريم، و0.5 كوب من الحليب المكثف المحلى، وعندنا 1 كوب شوكولات ابيض سايح نسيحه ونخليه طبعا يبرد، ما نحطه وهو حار، و1 كوب سكر بودره وفانيليا. هاي مقاديرنا كلها لهذا الطبق من الايس كريم. اذا بناخذ السنجل كريم مع الدبل كريم، بنخلطهم أول شيء مع بعض، هاي الدبل كريم. طبعا كل أنواع الأيس كريمات لازم يستخدم لها الكريمات، وأكثر شيء يستخدم الدبل كريم. إذن وهذه السنجل كريم، بخلطهم مع بعض أول شيء تقريبا، بخلطهم لمدة من 3 إلى 4 دقائق، أو يعطيني شوية يكون غليظ الخليط. بعدين بنضيف الحليب المركز، وعندنا هني الشوكولات الأبيض والسكر والفانيليا. طريقة جدا سهلة، الحين اختلط مع بعض الدبل كريم مع السنجل كريم، بضيف له السكر البودرة، وبنضيف الحليب المركز. طبعا احنا نعرف ان يعني الايس كريمات فيها سعرات حراريه مرتفعه جدا، لكن لو خذينا ملعقه او ملعقتين من هاي الايس كريم ما اعتقد انه يعني بيعمل لنا اي ضرر، خصوصا ان احنا صايمين طول النهار وجسمنا ما في سكر. اذا بخلط شويه اول قبل لا اضيف ايضا الشوكولات الابيض، بحط الفانيليا. الحين بحط الشوكولات الأبيض تقريبا مقدار 1 كوب نسيحة، بس ما يكون حار، نسيحة وشوية يصير بحرارة الغرفة. طبعاً كذي خلاص صار الآيس كريم جاهز، لأن احنا بنحطه بالفريزر. بعدين هاي الكريمة أو الآيس كريم أصبح جاهز مثل ما تشوفونه، أتأكد إن ما في شيء ماسك تحت، كله مختلط ويا بعض. باخذ قالب مستطيل مثل اللي نسوي فيه الخبز، وبعد بحط فيه ورقة زبد اللي هي الواكس بيبر. الحين باخذ شوية من البسكت وبحطه تحت في قاع القالب. الحين باخذ الكمية الباقي، خذيت بس شوية حطيتها تحت، والحين الباقي بخلطه مع الكريمة، وباخذ شوية من الفستق لو حبيتوا، أو لوز، أو أي شيء من المكسرات اللي أنتوا تحبونها، وبحط الخلطة كلها
بصبها عفيه القالب، هذه آيس كريمنا صار جاهز، بس يبغي له طبعا الفريزر، لازم نحطه بالفريزر ليلة كاملة، ومن بكرة طبعا بنقدمه. والحين أصبح الآيس كريم جاهز، وإن شاء الله بتشوفونه في آخر الحلقة. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم صفرة رمضان. قدمنا لكم فيها ثلاث أطباق، اللي هي كرات الريزيتو والباستا مع الربيان والآيس كريم بالبسكت. إن شاء الله يكون نال إعجابكم، وإحنا معاكم طول شهر رمضان، وإفطار شهي وصيام مقبول، وألتقيكم بإذن الله باكر في نفس الموعد.